عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله من جديد. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة التركية. اليوم ما رح نحكي عن صيغة الصلة، ولكن في حالة المفعول فيه. إذا لازلنا في درس صيغة الصلة، ولكن في حالة المفعول فيه. كلمة المفعول فيه يعني في أو عند. نعلم أن في أو عند في اللغة التركية تساوي دا أو دي، أليس كذلك؟ الآن كيف يأتي هذا مع صيغة الصلة أو اسم أو الاسم الموصول مع الجملة الفعلية؟ كيف يكون ذلك؟ الآن سنتحدث عن الصيغة. نقول فعل زائد دي رباعي كي، كنا الكي يمثل كي في كل الضمائر ما عدا الأونلار، نذكر مرة أخرى، زائد إيليك إكي وهي لاحقة التملك، زائد حرف حمايني عندما يكون هناك عندما تنتهي الإيليك إكي في حرف صوتي، نضع حرف الحمايني، ثم ضا أو دي وهو بمعنى في أو عند. طيب، وهنا دائما يأتي معنى في غالبا. طيب، لا يوجد هناك صوتي هنا، لماذا الحماية؟ هكذا القاعدة، لسنا بحاجة لأن نبرر القاعدة. القاعدة هكذا، هناك هنا صوتي، إذا انتهى هنا صوتي نضع ن ثم نضع حرف الجر فيه. مثلا أريد أن أقول إنه كل شيء قلته أنت ما فيه كذب، يعني مثلا أقول لا يوجد كذب، لا يوجد كذب فيما قلته، يعني في الشيء الذي قلته، في الذي قلته لا يوجد كذب. الآن في الذي قلته هنا، ما أنه هي التي تحوي حرف جر، قلنا حرف الجر والاسم المجرور دائما يكونان في بداية الجملة، فتصبح الجملة سوي ل دي سوي لدين سوي لدين د، لاحظوا سوي لدي هنا لاحقة التملك وهنا حرف جر، فلاحقة التملك رباعي ن، لاحقة التملك رباعي ن وهنا حرف الجر، إذن هنا لا يوجد إضافة، لا يوجد حماية، إذن سويلدين د، أنت سويلدين د، سويلدين د، يلان يوك، يدا يوكتور للتوكيد، إذن سويلدين د يلان يوكتور، سويلدين د يلان يوكتور. مثلا أريد أن أقول لا يوجد مثلا خطأ فيما كتبته، فيما كتبته أنا، فأقول يازدم يازدم دا يازدم دا بير خطأ يوكتور، yazdığımda bir hata yoktur. Mesela أريد أن أقول لا يوجد خطأ فيما قلته، söylediğinde bir hata yoktur. وهكذا. Mesela وجد خطأ في الذي بعته أنا. مثلا أريد أن أقول وجد خطأ أو بلا خطأ، يعني دائما تستخدم نفس الكلمة، وجد مثلا الذي بعته أنا عم أشتغل عم بيع بضاعة، الشيء اللي أنا بعته أنا وجد فيه نقص، فنقول ساتم ساتم دا ساتم دا إكسيك إكسيكليك بولوندو بولوندو، هنا وجد بولوندو هنا لاحقة مبني للمجهول.
bulundu, vucide. Men vecedehu? Bilmiyoruz. Kim buldu? Bilmiyoruz. Bulundu ama. Ama kim buldu? Bilmiyoruz. Sattığımda eksiklik bulundu. Vucide hata fişi li ana be'tu. Mesela Eydan قال عندما تأتي لاحقت المفعول فيه تتصل بجملة الصلة قال ملاحظة بجملة الصلة قال ملاحظة عند دخول لاحقت المفعول فيه اللي هي داودي على جملة الصلة يصبح المعنى أحياناً بمعنى عندما أو حينما أو لدى مثلا خلينا نشوف مثال. لما بتشوف أحمد خليه يجي لعندي مثلا. عندما ترى أحمد دعه يأتي إلي أو إلينا. عندما ترى أحمد، هل فيني أنا أقول بهذا الشكل؟ Ahmet'i gördün zamanda Ahmet'i gördün zamanında da yanıma ya da yanımıza gelsin. Mümkün. Ana mümkün استخدم صيغة الصلة في هذه الحالة أيضا. أقول Ahmet'i gördün de bedel gördün zamanında nakul gördün de lahizu gör dün gördün de buna asbahat bir mana indeme terahu Ahmet'i gördün de yanıma gelsin yanıma gelsin خليه يجي لعندي يانما جالسن فليأتي إلي أو دعه يأتي إلي إذا أصبحت gördüğün de بمعنى عندما ترى مثلا عندما ذهبنا إلى اسطنبول نمنا أو أقمنا في الفندق عندما ذهبنا إلى اسطنبول نمنا في الفندق أو أقمنا بدل نمنا أقمنا في الفندق أو جلسنا في الفندق نمنا ممكن كمان فتصبح إسطنبولا جيتيميز ده إذن إسطنبولا جيتيميز ده أوتيل ده Otelde kaldık ya da yattık ya da oturduk yattık ya da oturduk nasıl isterseniz olur. İzen İstanbul'a gittiğimizde buna gittiğimizde yani gittiğimiz zaman İzen gittiğimizde İzen tusbeh هنا ظرف بمعنى عندما ذهبنا إلى اسطنبول أوتيل ده كالدك يا دا أوتردك يا دا ياتك نصر استرسلس مثلا أريد أن أقول عندما اشترينا هذا البيت كان رخيصا جدا مثلا بو إيفي بو evi aldığımızda çok ucuzdu. Kâne rakîsan huna cümlet kâne fil mâdî. Kâne rakîsan ucuz isim. Ucuzdu kâne rakîsan. Huna dakhalat el mâdî ala el isim. Indemâ iştara vâlidî hâzâ el beyt kâne rakîsan. مثلا أريد أن أقول لأحدهم أن نتحدث عندما
أعود إلى البيت مثلا. Eve döndüğünde, إذا تصبح eve döndüğüm de, إذا أصبحت عندما. Eve döndüğümde konuşuruz. Konuşuruz. إذا هنا زمن واسع. لماذا؟ لأن الزمان غير معروف. غير معروف. إذا الزمان هنا يحتمل فترة زمنية. ممكن أحكي بعد ساعة. ممكن أحكي بكرة. ممكن ما أرجع البيت. فهنا كونوشوروز. زمن الزمان الواسع. كونوشوروز. لم أقل كونوشجاز لأنني لا أعلم المستقبل. ربما أموت ولا نتحدث. ولا أعلم أننا مثلا نتحدث بعد شوي قريب جدا. أقول كونوشيوروز. فقلنا كونوشوروز لأن الزمان مفتوح. إذا إذا دوندوم ده كونوشوروز. إذا دوندوم ده كونوشوروز. تمام. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح حالة المفعول فيه. الآن سنشرح حالة المفعول منه. إذا جملة الصلة في حالة المفعول منه. جملة الصلة مع المفعول منه. يعني بدل داو دي تصبح دان دين. نفس الصيغة تماما. إذا يكون لدي فعل زائد د رباعي ك بعدها يأتي إيليك إكي إيليك إكي ثم بعدها ن دائما ثم طبعا ليس دائما ن ن عند وجود هنا آخر حرف صوتي فقط ثم دان يا دا د دان أو د. مثلا نريد أن أقول سررنا مثلا مما صنع أبوكم مثلا معنا. أريد أن أقول لأحدهم سررنا مما صنعه أبوكم مثلا. بابانızın yaptığından memnun kaldık. إذا تصبح الجملة بابانızın yaptığından. إذا yaptığı إلى هنا ملكية. هذه الن هنا حماية. إذا هذه الن هنا حماية. إذا بابانızın yaptığından memnun kaldık. Memnun kaldık. هناك memnun kaldık. إذا سررنا مما صنع أبوكم. مثلا مثلا أنا متأكد من حضوره. يعني من أنه سوف يحضر. geldiğinden eminim. gel din den eminim. إذا أنا متأكد من حضوره. geldiğinden eminim. أريد أن أقول جملة مثلا خفت كثيرا مما مثلا فعلته الحرب. مثلا savaş yaptığından çok korktum. Çok korktum. وهكذا تكون جملة الصلة مع أحرف دان ودين بعد لاحقة الصلة ولاحقة الإيليك إكي. هكذا تكون بهذا الشكل. أيضا اتصال دان أو دين بجملة الصلة أحيانا يأتي أو تأتي بمعنى السببية.
إذن تحمل معنى السببية. ملاحظة، كما هناك ملاحظة، حين تتصل جملة الصلة بمفعول منه يعني حرف جر دان ودين تعني السببية، تعني السببية. مثلا شاهدنا أحدهم بطنه منفوخ فعلمنا أنه بطنه منفوخ من كثر شرب الماء، أو مثلا أريد أن أقول مثلا انقطعت الكهرباء بسبب انقطاع الخطوط مثلا. مثلا نقول لأحدهم برد الطعام، برد الطعام بسبب تأخرك. ليش تأخرت؟ برد الطعام بسبب تأخرك. سان geç kaldığından yemekler soğudu. Soğudu. Neden sen geç kaldığından yemekler soğudu. Mesela la yujad lada Ahmed mesela الكثير من النقود بسبب تسديد الديون. لاحظوا بعد كلمة بسبب يأتي فعل، يعني بسبب فعل ما، فهذه اللاحقة تكون بهذا الشكل. بورج أدي بورج أدي دين دان مهمتين fazla ya da çok parası yok, au yoktur. İzen borç ödediğinde ödediği huna hadihi el i ya hakat el mulkiye mulkiye şahs talet o li huwa o li huwa Muhammed wa hiya himay wa huna dan hiya harf el jar min. İzen borç ödediğinden Mehmet'in fazla parası yoktur. Hekezâ tekûn cümlet ıssile fi hâlet el mef'ûl minhu. İlâ hûnâ nekûn kad intehayna min hâzâ el vîdeo. Eşkuru lekum husnâ istimâ'ikum. Neltekî fi